فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأفضل الاشتغال بطلب العلم أو الرزق لمن له أبناء ولا يتقن صنعة؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان عنده أبناء وفي ذمته المسؤولية عن زوجه وأولاده أو يعول من تلزمه نفقته، فإنه ينبغي عليه أن يسعى وأن يطلب رزق الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فيبدأ بهذا الواجب والفرض عليه وهو تحصيل الرزق، فيبحث عن عمل أو دخل ويستعين الله عز وجل، فإن الله يفتح على عبده أبواب الرزق إذا سعى. ولذلك قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح تغدو خماصا وتروح بطانا. فقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال بعض العلماء: إن في هذا الحديث أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالاعتقاد، والأمر الثاني ما يتعلق بالأخذ بالأسباب. أما الاعتقاد فقال: تتوكلون على الله حق توكله. وأما الذي يتعلق بالأخذ بالأسباب قال: تروح تغدو خماصا، أي أن الطير لما تذهب في الصباح وفي أول النهار تذهب وهي جائعة ليس في بطنها شيء، وتروح أي ترجع في آخر النهار بطانا، أي شبعا ممتلئة البطن من رزق الله عز وجل، لكن لم ترزق وهي في أوكارها ولم ترزق وهي في أجحارها، وإنما أخذت بالسبب فسعت وطلبت الرزق. ولذلك تكفل الله برزق من سعى. وقد يسعى الإنسان والناس يحرمون الرزق بسبب سوء الظن بالله عز وجل. وذلك يقول بعض أهل العلم إن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة تنبه على أن الإنسان يحرم الرزق إما من جهة الاعتقاد بسوء الظن بالله عز وجل فلا يتوكل على الله حق التوكل، وإما أن يكون بترك الأسباب، وكلا الأمرين مذموم. فإذا اتكل على حوله وقوته خذله ربه، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله لنبيه وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فمن خرج إلى مزرعته ومن خرج إلى سوقه ومن خرج إلى تجارته بريئا من الحول والقوة أمده الله بحوله وقوته، بريئا من الحول والقوة، يسأل الله أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده، فإن الله سبحانه وتعالى يمده بحوله وقوته ويرزقه. وأما الأمر الثاني فهو ترك الأسباب، وترك الأسباب أن يقول: ذهبت وبحثت وما وجدت، وليس هناك عمل وليس هناك وظيفة وليس هناك وليس هناك، فيقطع على نفسه ولا يهلك على الله إلا هالك. فإذا قطع الرجاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزا. العجز والخور ليس من شيمة المسلم، بل عليه أن يكافح. والغريب كما يذكر ويعرف بالتجربة ويعرفه الحكماء أن الإنسان إذا طلب الرزق وتعب في الرزق فتح له باب في الرزق، أي أنه يفتح له في الرزق بأمور عجيبة، وتجده حتى إن بعض الناس يضيق عليه في الرزق فيستفيد فوائد في الرزق ينفع بها أمة، وتجد بعض الناس مفتوحا عليه في الرزق والرزق يأتيه بكثرة والخير وافر عليه وهو لا يفقه شيئا، لكن تجد الذي يضيق عليه في الرزق يذهب يمينا ويذهب شمالا، فيعرف الناس ويعرف طبائع الناس ويعرف من الأمور والأحوال ما لا يعلمه إلا الله، فيلطف الله به وهو لا يشعر.
وتمر عليه التجارب القاسية والأيام المؤلمة، ولكنه إن عقل ورشد واستفاد من هذه الأمور ورضي بحكم الله عز وجل ورضي بقضاء الله عز وجل، فإن الله يفتح له من أبواب الخير ما لم يخطر له على بال. ومن ظن أن الناس تعيش بالمال وتعيش بالوظائف وتعيش بالكسب على أنه هو كل شيء فهذا الظن خاطئ، فإن الله أهلك قارون بماله وخسف به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونهم من دون الله، ما كان له من فئة أيا كانت هذه الفئة، فأين تلك البغال وأين تلك الجمال وأين تلك الخيل المسرجة التي كانت عليها مفاتيح كنوزه تنوء بها العصبة أولو القوة، فما أغنى له ماله شيئا. وكان الرجل إلى عهد قريب ومن سأل كبار السن وجد ذلك جليا، لم تكن عندهم أعمال، بل كان الرجل في البادية والصحراء وهو في الأرض القاحلة ليست عنده إلا شاته، بل في بعض الأحيان ليس عنده شيء، ويأتيه الضيف فيذهب ويستدين ذبيحته ويأتيه الله بالرزق ويغدق الله عليه، وعاشت الناس وهم في قوة وفي منعة وفي عزة وبأخلاق حميدة وشيم كريمة، وهم في أشد ما يكون من الفاقة والضيق وضيق اليد وضيق العيش، ومع هذا صدورهم كانت منشرحة ونفوسهم قوية. إذا من يظن أن الأمر كله موقوف على المال وهذا فإنه يخطئ الظن، فالمنبغي على الإنسان أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله لا يخيبه. وأهم شيء الاعتقاد، والشريعة لم تأمرنا أن نقول اللهم ارزقنا ونجلس في البيوت، بل قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فأمرنا أن نأخذ بالأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب، ليعلمنا الله الأخذ بالأسباب وألا نتواكل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يجلس في المسجد ويترك كسب الرزق ويقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان بعض أبناء العم من أهل العلم كان يقرئ، وكان من أهل العلم والفضل، كان يقرئ أولاده وقرابته، فإذا يقرئهم من بعد صلاة الفجر فإذا ارتفع النهار قام وجمع الألواح، الألواح كانوا يحفظون فيها، فيقوم يجمع الألواح من الأولاد ويقول لهم اذهبوا واطلبوا الرزق، لأن هذا الوقت وقت طلب الرزق، وبورك للأمة في بكورها، فيجمع لهم بين الحسنيين. فطالب العلم الذي يضيع سبب الرزق يأتي عليه حال قد يحتاج إلى الناس، وقد يصبح عالة على غيره، وقد ينفق الرجل على طالب علم فيكون له أجره، وقد يكون خيرا منه لأنه قد أصاب الأجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال الفقراء ذهب أهل الدثور بالأجور، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله. ولما سمع الأغنياء بما قاله الفقراء من الأذكار عقب الصلوات المكتوبة قالوا سمع إخواننا بما فعلنا فصنعوا مثل ما صنعنا، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا لا يمكن أن نقول لطالب العلم اجلس واترك طلب الرزق، لأنه سيأتي يوم والعياذ بالله يحتاج إلى الناس. ركب إبراهيم ابن أدهم في سفينة فاشتد الموج حتى رأوا الهلاك، حتى رأوا الموت وكادوا أن يهلكوا، فلما هدأ البحر وذهبت العاصفة قالوا يا إبراهيم ألم ترى إلى هذه الشدة أي التي كنا فيها؟ فقال رحمه الله إنما الشدة الحاجة إلى الناس، إنما الشدة الحاجة إلى الناس. فلو تعلم الإنسان وحفظ القرآن وحفظ العلوم ثم ضاق به الحال سيذهب إلى من لا خير فيه ولا يقدر العلم فيمتهنه ويهينه،
ويذله. ولذلك بينوا أن ضيق اليد يؤذي الإنسان ويؤلمه، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين سبب في المغرم، أن المغرم يوقع الإنسان في المأثم، فيحدث فيكذب ويعد فيخلف، أي أنه يقع في الوزر بسبب ضيق يده. وقالوا في الدين إنه هم الليل وذل النهار، فطالب العلم يصون وجهه عن أن يبذله لمن لا خير فيه، ويأخذ بأسباب رزق الله عز وجل ولو كانت يسيرة علّه أن يتكفف. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يبيع الخز، ومن قبله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم عملوا بأيديهم واكتسبوا، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وبين أن أطيب الكسب عمل الرجل بيده. فيبحث طالب العلم عن عمل طيب يتناسب مع حاله فيكون دخلا له ولأولاده. فعندنا أمران: أن يكون عنده ذرية وزوجة ومن تلزمه نفقته، أو عنده والدان يحتاجان إليه في النفقة، فيبدأ بتأمين عيشه ورزقه، ثم ينظر بعد ذلك ما هو الوقت المتاح. ولو أن الإنسان جلس ساعة في الأسبوع يطلب بها العلم، وتفرغ في سائر الأسبوع لكسب حلال يستعين به على طاعة الله عز وجل، ويحفظ به ماء وجهه، ويقوم به على والديه، ويصل به رحمه، فهذا خير كثير. ولذلك العبرة بأن يبارك الله لك في العلم. وكم من طالب علم لا يجد إلا ساعة في الأسبوع، ويبارك الله له عن عشرات الساعات بل عن الأيام في غيرها. فإذا لا يمكننا أن نقول لطلبة العلم اتركوا الرزق واجلسوا في حلق الذكر، بل نقول ما قال الله عز وجل: أن اطلبوا الرزق واطلبوا العلم. ولكن الأهم أن تنظم وقتك وأن ترتب هذا الوقت بقدر ما يتيسر لك. ونسأل الله أن يلهمنا الرشد، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن لا يجعل لنا إلا لئيم حاجة. والله تعالى أعلم.